رماح وماسك دلوقتي فراودة الاولمبي ولعب محمد عابد كرة دول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقة وماسك دلوقتي فراودة الاولمبي ولعب محمد عابد كرة دول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقة وماسك دلوقتي فراودة الاولمبي ولعب محمد عابد كرة دول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقة 1:30 من الشوط الثاني. يعني لما نقول نحسبها بالكثير وبهذا يرضى اصبحت النتيجة اللي هيشوف 2 للاهلي مع منعم وشاط لا شيء دول الثاني فكرني بالكلام اللي انا قلته من 5 6 7 دقائق بتاع طارق كتير وبهذا يرضى اصبحت النتيجة اللي هيشوف 2 للاهلي مع منعم وشاط لا شيء دول الثاني فكرني بالكلام اللي انا قلته من